واحد بيقول قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فنرجو شرح هذه الآية وما هي أوجه الشبه بين الله والإنسان في بداية الخليقة. أول حاجة إن الإنسان على صورة الله في العقل والنطق، يعني كل الكائنات الأرضية إما مخلوقات جمادات أو مخلوقات حية، ولكن لا يوجد فيها أحد عاقل وناطق سوى الإنسان على صورة الله ومثاله. وعلى صورته أيضا في حرية الإرادة، الطبيعة لا تملك حرية إرادتها، تسير بقوانين، والحيوانات لا تملك حرية إرادتها، يخضعها الإنسان له، ولكن المخلوق الوحيد الذي له حرية الإرادة مع العقل هو الإنسان. كذلك على صورة الله في السلطة، لأن ربنا لما خلق الإنسان أعطاه سلطانا على طير السماء وسمك البحر وحيوانات الأرض، وجعله وكيلا له على الأرض، وهو على صورة الله في البر قبل الخطية طبعا. ولكن ليس على صورة الله في الأمور الأخرى الخاصة بالله وحده. صفات الله على نوعين، نوع خاص بربنا بس، ونوع يشترك فيه الإنسان. الحاجات الخاصة بربنا بس زي الله أزلي، يعني لا بداية له، الإنسان ما يشتركش فيها. زي الله خالق، الإنسان ما يشتركش فيه، الخالق الوحيد هو الله. زي إن الله غير محدود، ما فيش غير محدود إلا ربنا، وغير محدود بتخش في صفات أخرى. الله غير محدود في معرفته، فيعرف الخفيات والظاهرات ويعرف المستقبل ويعرف ما في القلوب وما في الأفكار. الإنسان ليس على صورة الله في هذا الأمر. والله غير محدود في قدرته، فهو قادر على كل شيء، الإنسان ليس قادرا على كل شيء إلى آخر. وفي صفات يشترك فيها الله مع الإنسان، ولكن مع الله غير محدودة ومطلقة، ومع الإنسان محدودة. زي مثلا نقول الله حكيم وفي ناس حكماء، ربنا طويل البال وفي ناس عندهم طول البال، ربنا بار وفي إنسان بررة. بس الفرق ان الصفة عند الله غير محدودة، الله حكيم غير محدود في حكمته، الانسان ممكن يكون حكيم لكن محدود في حكمته. ربنا رحيم وممكن انسان يكون رحيم، لكن الله غير محدود في رحمته والانسان يكون محدود في رحمته، وهكذا. لكن طبعا الانسان اللي خلق على صورة الله فقد بعضا من هذه الصورة